طبعا هذا عمل خير شارك فيه الجميع، يعني احنا ما سوينا شيء، احنا بس قفلنا المبلغ المتبقي واهديناها المفتاح، بس هذا عمل يشكر فيه كل من ساهم فيه، سواء الاسكان، الموقع نفسه اللي عمله على فكرة الموقع هذا حق جود، المنسقين، الجمعية المتعاونة، كل الجهات وكل المتبرعين. يعني هذا السكن اللي ساكنة فيه الآن هذا بسبب مئات المتبرعين اللي اتبرعوا وساهموا من ريال وطالع، اتجمع الى ان تم تجميع المبلغ، وبالتالي ساهم المجتمع في إزالة هم السكن من أسرة محتاجة، من أعظم أعمال الخير. ما شاء الله، إنه هذا أول مفتاح ودعاء دخول المنزل. دخول المنزل، أيوة كده. هذه ذكرى الأستاذ أخويا الوجه، الله يبارك في صحتك وفي عيالك، يجعل من الصالحين، واجبنا ويبارك في بيتك، واجبنا يمنعك، وتسلم البطن اللي جابتك يا رب. آمين. انت الله يسعدك. انا ابو الستر، ستر والسلام الداخلي. تعيدين اليوم بدعوة دي؟ اكيد، ستر وسلام داخلي. السكن لما الواحد يكون ما هو ضامن سكنه وعايش يوم بيومه، ما هو ضامن انه يقدر يدفع الايجار، وما هو ما هذا من اكبر الهموم في الحياه. فلما تعالج هذا الهم لانسان، هذه من اعظم الاعمال، من اعظم الاعمال.